الأستاذ مهدي رشيد مهدي، مدير عام السدود والخزانات في وزارة الموارد المائية. بداية مرحبا بك السيد رشيد في هذا الحصاد. يعني بعد وصول أو إنجاز الاتفاقية إلى مراحلها النهائية، ما السبب في موضوعة يعني انسحاب الجانب التركي من اتفاقية تقاسم المياه مع العراق؟ برأيك لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ شكرا جزيلا. حقيقة كان هناك اتفاق مسبق وزيارة للممثل الخاص للرئيس أردوغان السيد فيصل أوروغلو، الذي هو كان حقيقة حاليا هو الممثل الخاص للرئيس وكان وزير الغابات والري في الحكومة التركية. فكان هناك زيارة وحصل هناك اجتماع في بغداد حضره معالي الوزير، واتفق الجانبان واتفقنا بيناتنا أنه يكون هناك اتفاق على حسم موضوع المياه وحسم معاناة الشعب العراقي في موضوع المياه والوصول إلى حصص عادلة يتقاسمها البلدين. وهذا ما تم الاتفاق عليه حقيقة خلال زيارة فخامة الرئيس برهم صالح إلى تركيا، وأيضا خلال زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء إلى تركيا أيضا، وحصل مثل هذا التوجه من الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء ومع فخامة رئيس الجمهورية. نعم. فحقيقة هذا الموضوع هو يدخل حيز اهتمام أعلى يعني هرمي الدولتين ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكذلك رئيس مجلس النواب أيضا. أرحب بك سيد مهدي. يعني العراق في السنة الماضية كان الخزين المائي لديه هو 11 مليارات متر مكعب، اليوم وبحسب آخر إحصائيات الموارد المائية هي 56 مليار متر مكعب. هل شعرت تركيا بأن العراق يعني استغنى عنها وهي من دول المصب؟ الحقيقة هو يعني لا يمكن الاستغناء عن تركيا في هذا الموضوع. الخزين أتى نتيجة فيضانات في نهر دجلة وتمكنت الوزارة من خزن هذه الكمية. الحقيقة الكل كان يعول على أن الوزارة غير 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 قادرة على السيطرة على الواردات المائية، ولكن الحمد لله الوزارة أثبتت نجاحها. الكل كان مستنفر في مواقع العمل ابتداء من معالي الوزير إلى أصغر موظف، فتمكننا من خزن كل الكميات. الجانب التركي بالتأكيد يشعر ان العراق قد اصبح لديه خزين يكفيه الى اكثر من موسم. فبهذا الموضوع لدينا موقف قوي في مسألة التفاوض على الاقل بالوقت الحاضر، ولكن طبعا بالتأكيد هذا لا يكفي، يجب ان يتم التوصل الى اتفاق. معالي الوزير الدكتور جمال العادلي منذ تولي مسؤولية الوزارة كان واضح وصريح مع الجانب التركي خلال لقاءاته مع السفير التركي، خلال لقاءاته مع وزير الغابات التركي خلال زيارته مع السيد رئيس الوزراء، وكان واضحا ان التعاون ما بين البلدين يجب ان يكون في مجال المائي ويجب ان تكون هناك حصص مائيه. يعني حقيقه الهدف واضح، وبناء عليه تم الاتفاق على ذهاب وفد عالي المستوى لغرض الاتفاق على حسم موضوع الحصص المائيه، ولكن تفاجئنا ان الجانب التركي أبلغنا أنه غير مستعد فنيا لمناقشة هذا الموضوع، وهذا حقيقة كان السبب الرئيسي. يعني أنه هذا الموضوع تفاجئنا به، لأنه إحنا كنا متفقين أنه يصير هذا التعاون الفني ويجب أن يكون هناك اتفاق على الحصص المائية. نعم. فصار اتصال حقيقة بقيادة الوزارة بمعالي الوزير، وأيضا اتصل برئيس الوزراء، فبلغنا معالي الوزير أنه إذا ما يكون هناك اتفاق فماكو داعي إلى الدخول في أمور أخرى، لأن حقيقة لا طيب لا مجال. يعني هل هذا الملف بيد أردوغان شخصيا؟ يعني هل بدأت تركيا متمثلة برجب طيب أردوغان تلوح بورقتها التي يبدو أنها خاسرة حول موضوع الحصص المائية للعراق واستحقاقه منها، خصوصا وأن الخزين كما ذكرت الوزارة يعني يكفي لثلاث سنوات؟ بالتأكيد هو الملف المياه طبعا في تركيا بيد الرئيس أردوغان، وفي إيران بيد المرشد الأعلى الإيراني، والحقيقة والملف أيضا في العراق بيد أيضا هرم الدولة، بيد رئيس الوزراء، بيد رئاسات الثلاث حقيقة، بيد فخامة الرئيس، وأيضا يعني تحت رعاية رئيس فخامة الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب. الكل يضعون هذا الموضوع أولوية، لأنه الكل لاحظ وعاش معاناة حالات الجفاف التي حصلت خلال السنين الماضية. فبالتأكيد يعني يجب أن يكون هناك اتفاق. الرئيس التركي أردوغان وعد أنه يجب أن تنتهي معاناة الشعب العراقي في ملف المياه، وسوف يرسل ممثله الخاص، وهذا حقيقة يعني تم تنفيذ جزء من عنده، ولكن الجزء الباقي الذي هو الأهم بالنسبة لنا أن يكون هناك اتفاق على الحصص المائية، لأنه حقيقة الماء سر الحياة، يجب أن تكون هناك حصة للحصة عادلة للعراق من مياه دجلة والفرات.
السيد مهدي رشيد مهدي مدير عام السدود والخزانات، شكرا لانضمامك معنا في حصاد الرشيد.